المهم عايزين نقنع عمك رمضان ان هو يسيب لنا الاوضه. لا انت بتهزري، نقنع عم رمضان ده لو عرف موضوع المهراجة هو منذ 20 عاما والحاجات دي هيطمع. امال هنعمل ايه؟ هخليه يسيب الاوضه ازاي؟ لا احنا نحور عليه، يعني انا اقول لك حاجه، نقول له ان ده واحد صاحبه يعني ايه مخه مهفوف شويه، بيلبس هندي وبتاع ومحوش فلوس، فعمي عايز يستضيفه هنا عشان صاحبه بس ما عندوش اوضه، فهناخد اوضتك ونراضيك بقرشين. ماشي يلا حلو ده. حلوه بس ما تقعيش بلسانك قدام ولا تقولي هندي ولا تقولي مليون جنيه. عبيطه يا عم يلا نديه. غباء عم رمضان، رمضاننا هذا منصف ياض في ايه؟ ايه ده؟ ها ايه اللي لم الشامع المغربي؟ الهندي؟ ايه؟ ايه يا لا؟ امال امي؟ انت ليه مش فاهم يعني؟ لا لا بس الحمد لله ما قلتلوش المليون جنيه وانه هيدفع. ايه ده؟ ايه؟ خش انت سمعت حاجه فيها جنيه؟ لا 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 مفيش. ايه ده؟ ايه يا رمضان؟ ما شاء الله وشك نور. غسلت وش. ايه ده؟ ايه الكسوف؟ انت اول مره تغسله؟ لا اول مره اغسله بصابون يعني. ده اكيد سرقوا الصابون ده يا عم. لا لا عندي. عندك صابون؟ من ايام ابويا الله يرحمه. يا نهار ابيض الله يرحمه. ده تلاقي الصابون اللي بيحطوه في الدولاب ده عشان الحاجات ما تعتقش. ماشي يا عم خش في الموضوع، وشك منور. ايه؟ حاضر. رمضان من الاخر عايزين نعمل معاك ديل. ديل ايه اللي هتعملوه معايا؟ ديل ديل يركبوا لك ديل ياض، هرجعوك لاصلك. ايه اللي لو انا كنت فار يعني يا عمي؟ لا ابدو اردي يلا. يا عمي احنا عايزينك في موضوع اهم من ديل دي، يعني ديل يعني مصلحه راكب فيها. مصلحه معايا انا؟ يلا يا من الاخر كده يا رمضان، في واحد صاحب اكرم هندي عايز يجي عندنا هنا في اللوكاندا ويقعد في الاوضه بتاعتك. يقعد في اوضتي انا؟ طب وانا اقعد فين؟ والبنت شيماء بنتي هتقعد فين؟ معلش هو مش هندي قوي، هو راجل يعني بيعمل هندي، هو مجنون شويه، فاحنا هنرضيك بقرشين عشان يقعد عندك. اي طب ما يقعد في اي اوضه، ما انا عندي اوض فاضيه كتير، اشمعنى اوضتي يعني؟ ده هو اسبوع يا رمضان. ايوه الاسبوع ده شيماء بنتي هتقعد فين؟ ارميها في الشارع. معلش اخوك اصلا مستنضف في اوضتك احلى اوضه، فعايز يجامل صاحبه يعني، وهنشوفك بقرشين حلوين. لا لا ما لا بنتي هتقعد فين وقرشين ايه؟ وقرشين دلوقتي ما بقى لهمش قيمه يا ابني. لا مش قرشين، قرشين يا رقم يعني، قولي رقم. هديك 10,000 جنيه. ايوه شيماء بنتي هتقعد فين؟ لا لا يا عمي طيب ما انت حد يقول له 10,000 جنيه؟ هو يتقول اصلا انت هتاخدي مليون جنيه تقولي له 10؟ ايه ده؟ هو منين يعرف ان احنا ناخد مليون؟ البخيل يفهم قيمه الفلوس، تقولي له 10,000 قولي له الاوضه فاضيه. عشرة آلاف جنيه؟ انت طردت بنتك عشان 10,000 جنيه؟ ده انا قتلها. قتلها؟ يا ريتنا قلنا 5. 10,000 جنيه؟ ايوه ايوه يلا هاتوا 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 فلوس. حاضر 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 هاتوا فلوس. حاضر هاتوا فلوس. حاضر يا عمي 10,000 جنيه هاتوا فلوس. ايوه ايوه. ايه ده؟ هيطلع دخان وهيتحول. ايوه مالك مالك؟ اصل رقم رقم ايه؟ ايه ده؟ ده ما يجيبش تليفون محمود. ده ايه ده؟ ايه 10,000 جنيه فيها؟ 10,000 جنيه وعايزهم في شنطتين بقى. شنطتين؟ شنطتين ليه؟ ده 10,000 جنيه. 10,000 جنيه. 10,000 خلاص خلاص 10,000 هاتيهم في شنطتين يا مرات عمي، كل شنطه 5,000 هاتيهم جنيهات عشان يملوا الشنطه. تمام. جنيهات ايه يا اهبل؟ ايه انصاص جنيهات؟ انصاص؟ أربع شنط يا مرات عمي معلش، دول 10,000 جنيه. أيوة 10,000 جنيه يا بنتي. يا نهار أسود، هنروح سويسرا. سويسرا إيه؟ ده مش هيودوك المطار. ماشي يا عمي ماشي 10. أنت موافق يعني؟ خلاص. بس عندي شرطين. طبعًا. اشرط. ثلاث شروط. ماشي. إحنا عشان وفقنا. حلو ثلاثة ما تزودش. الشرط الأولاني ها؟ تجيبوا الفلوس دلوقتي حالا يعني مقدما. حاضر موافقة. ايوه انتوا رقم زي ده شايلينه معاكم؟ شايلينه من اي مكنه، هنسحب لك 10,000 وخلاص. هو في مكن بيطلع فلوس؟ اي صح المكن بيطلع قماش بس. صح وفي ده لسه هشرح له ان في مكن، احنا اسفين هنروح البنك ونسحبهم لك. ماشي 10,000 جنيه ده مقدمه. مقدمه. الشرط الثاني ايه؟ انا وشيماء بنتي هنقعد بقى في النص اللوكاندا بتاعكم انتوا بقى اميره هنا. ماشي. ايه انت عايز تقعد عندنا؟ ايوه ايوه. ايه ولازم اقعد في سويس. ايوه معلش معلش يقعد بدل ما حد يجي يقول له على المليون جنيه. خلاص بقى ما تستغل الفرصه. خلاص هما الثلاثه يخشوا يقعدوا في سويس. سلتهم ليه؟ ده هو رمضان وبنته. وانا اللي وانا
ولا اسيب عمي يجي حد يقول له فين يا راجل دافع مليون جنيه؟ نقعد في السويس ولا نروح بورسعيد؟ خلاص يا عم هنقعد. حاضر حاضر. خلاص؟ خلاص. اتفقنا؟ اه. ايه الشرط الثالث؟ نعم. الشرط الثالث. اه ده حاجز مكان. ده حد قال له الشروط دخلك ردوم مباني، فحجز مكان ويبيع. الشرط الثالث ان انتوا توافقوا على الشرط الاول والثاني. ايوه احنا موافقين. ماشي. موافقين؟ اه نثبت لك. خش من دلوقتي ناقي السويس اللي عاجبك. لا بتتكلم جد؟ ايوه. تعالى يا بنت شيماء. يلا يا بابا. ناقي السويس. يلا بينا. خش يا بنت بسرعه. ايه ده؟ ايه الفرحه دي؟ ده داخلين ده بينهم متر. انتوا عمركم ما دخلتوا اخو جوزك يخش يتفرج؟ انا مال انا بالحاجات دي؟ ايه ده؟ هو عمل له حرمان يا عيني فرحان بالسويس. يا نهار اسود بقى. مصلحه مصلحه. ادينا فضينا الاوضه هوا، وانت المليون جنيه وهو هياخد ال 10,000. انا عندي مشكله بقى. ايه؟ خايف ضميري يصحى يروح يقول لعمي على المليون جنيه. اه ضميرك يصحى. آه. ماشي هلايمه لك ب 20,000 جنيه. ده يا دوب يتاوب بيهم. 20,000 ده ايه؟ ايه القرف اللي عنده ده؟ في ايه؟ يعني خلاص 40,000 جنيه. يشد الغطا. لا ده في ايه بقى؟ راعيني ضمير اصل نومه غبي. 60,000 جنيه. 100,000 وانام جنبه. ايه رايك؟ كلب فلوس يلا. معلش؟ ماشي. ما انا اللي كلب فلوس، ده احنا بكره هنلعب بالفلوس لعب. يا بابا يا لهوي. تعالى يا بابا تعالى. شفت يا بنت؟ حلوين قوي. بيكلموا بعض بالليل. ها ايه رايك في العيشه اللي عند عمك؟ انا اول مره اخش جوه. ايه ده يا بنت ده؟ يا خرابي يا بابا على عزه وجماله. انا اول مره في حياتي اعوم في البسيم. البسيم؟ اه يا بس الميه بتاعته طعمها مش حلو يا بنت. هو انت شربتها يا بابا؟ اه بس ميه الحنفيه احلى. وعارفه يا بنت في السويس اللي عندنا ده عاملين بانيو كبير كده بس بايظ. ايه؟ ايوه مليان اخرام اخرام، عماله بتطلع ميه من كل حته. يا بابا ده شاكوسي. شاكوزيك؟ ايوه. ايه شاكوزيك ده يا بنت؟ يا بابا ده كده بيطلع ميه من كل حته وبيعمل لنا مساس كده. يا لهوي مساس. مش انت عارفه؟ اتبسط يا بنت. مبسوطه قوي قوي يا بابا. جدع. ده غير كمان بقى الشاشه الثريسيس. يا خرابي. ايه الشاشه الثريسيس؟ يا بابا دي اللي ملزوقه كده على الحيطه. هي دي شاشه؟ ايوه. انا فاكر دهنين حته اسود. لا يا بابا دي شاشه. يعني ده بتاع تلفزيون؟ ايوه. سبحان الله ملوش ظهر خالص. يا بابا دي كده تاتش كده، تدوس كده تصايه تصايه تصايه. مش انت مبسوطه؟ قوي 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 يا بابا. يا خرابي. فطرت ولا لا؟ فطرت مرتين. انت عبيطه يا بت. ايه؟ فاضل نص ساعه الغدا، الحق المره الثالثه. اجري 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 يا بت. حاضر. عيشتك ارتاحت عج رمضان ولبست البدله ام كت.